بقصر الاتحادية برئاسة الجمهورية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الصومال حسن شيخ محمود والوفد المرافق لسيادته الذي يزور القاهرة لمدة يومين، حيث أجريت للضيف مراسم الاستقبال الرسمية. ثم صافح الرئيسان وفدا البلدين. وعقب الاستقبال الرسمي عقد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لقاء ثنائيا والرئيس الصومالي، حيث شرح الرئيس حسن شيخ محمود تطورات العملية السياسية بالصومال في ضوء تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عمر عبد الرشيد. ثم بدأت الاجتماعات الموسعة للوفدين، طرحت خلاله ملفات التعاون المزمع إجراؤها، خاصة المتعلقة بالتبادل التجاري والتعليمي والثقافي. زيارة رئيس فخامة الرئيس الصومال في القاهرة الآن أهمها هي ترميم وتطوير علاقة بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وملف التعليم. كانت بعثات الأزهر الشريف ليست فقط كان هدفهم في التدريس، إنما هو كان ترسيخ الوعي الثقافي. وكان هناك مكتبات، المكتبة الوطنية والمكتبة المصرية والمدارس جمال عبد الناصر المنتشرة في البلاد. ولعل الصومال تشكل سوقا هاما للمنتجات المصرية ومصدرا جيدا للمنتجات الزراعية واللحوم الماشية والأسماك مع انتهاء مظاهر القرصنة وضبط آلية قانونية للصيد والتصاريح. بالنسبة للمجال التجاري طبعا الصومال يعني نقدر نقول أنها أولا هي سوق رائع للمنتجات المصرية، ويرحبون جدا بالمنتجات المصرية، وفي نفس الوقت يمكن استيراد الكثير من الأمور من المنتجات من الصومال، يمكن أهمها هو اللحوم. هناك بدأت إجراءات لصيد السمك، مثلا تسجيل الصيادين الصوماليين تم تسجيلهم تقريبا بالكامل للتفرقة بينه وبين القراصنة، وهناك إجراءات يعمل بها لتحويل يعني لبدء النشاطات صيد السمك في الصومال. وإن شاء الله يعني من الممكن، أنا يعني حتى بالنسبة للصيادين المصريين أنا أدعوهم فقط إلى اتباع الطرق القانونية، ولكن الحصول على تصريح إن شاء الله لن يكون صعبا.